ما تخليناش نركز عليها، لأن للأهلي حقوق والخط أحمر مع الأهلي لن يترك حقوق. بالتأكيد، وعشان نكون محددين مع حضراتكم، الكابتن سيد عبد الحفيظ بيتعرض لعقوبة من لجنة الانضباط بإيقاف مباراة المصري وكمان 50,000 جنيه غرامة. ليه الكابتن سيد عبد الحفيظ اتعرض للعقوبة دي؟ لأنه كان بيتكلم مع الحكم إبراهيم نور الدين في المباراة النادي الأهلي اللي هي قبل طلائع الجيش، وقال له أنت بتسفر كتير واستخدمت السفارة كتير، مما يعني ان انت بتوقف المباراه كتير. والغريب ان الحكم الكابتن ابراهيم نور الدين شاف ان ده لا يستحق اكثر من انذار. يعني ايه؟ يعني الموضوع لو كان الكابتن سيد خرج عن النص، اعتقد كابتن ابراهيم نور الدين ما كانش هيديله انذار فقط لا غير، اعتقد كان هيديله طرد. فوقع فيها انذار ازاي تتحول للجنه الانضباط عشان يتم ايقاف كابتن سيد عبد الحفيظ مباراه و50,000 جنيه؟ ده طبعا بعيدا عن فكره ان العقوبه تم اصدارها بين شوطي مباراه الاهلي وطلائع الجيش عشان يتوقف الكابتن سيد عبد الحفيظ مباراه النادي المصري تحديدا. تعالوا نشوفوا فيديو الكابتن سيد عبد الحفيظ وهو بيعاقب على العقوبه اللي تم منحها من خلال لجنه الانضباط، ونرجع تاني. العقوبه او ده الانذار اللي خده كابتن سيد عبد الحفيظ عشان نكون كل حاجه بنوثقها بالصوت والصوره. نشوف بقى تعقيب كابتن سيد عبد الحفيظ على العقوبه اللي جت من لجنه الانضباط. الحقيقه يعني القرار طالع حتى يعني احداث بيراميدز انا مالي بيها، يعني انا مالي بيها، يعني اساس اي نجاح في الدنيا كلها يعني ان ما تبقاش متربص بانسان او بهيئه. يعني احنا في مسابقه لوائح وقوانين ولا اهواء وتوازنات؟ يعني احنا في مسابقه ايه؟ لوائح وقوانين بتحكمنا ولا توازنات وهوى؟ انا مش قادر افهم يعني ايه حيثيات القرار. ايه اسال حضرتك، هل جالك الحيثيات القرار؟ حضرتك عرفت انت غلطت في ايه؟ ايه هو ما جاليش حاجه خالص، انا في قرار طالع تمام. ايه هو حضرتك؟ يعني هو القرار دلوقتي اللائحه بتقول ان الانذار بيتوقف المباراه اللي بعدها و50,000 جنيه؟ يعني ايه حيثيات انت طلعت القرار ده بناء على ايه؟ يعني انت كاتب نص كلمتين ولا ثلاث كلمات باحداث بيراميدز؟ ايه احداث بيراميدز؟ ايه مالي الاهلي باحداث بيراميدز؟ يعني مالي الاهلي او عنصر في الاهلي او مسؤول في الاهلي او لعيب في الاهلي باحداث بيراميدز؟ اعتقد سؤال منطقي جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم في الاول، قال ان في تربص بشخص او بهيئه او بجهه، ممكن وارد الكلام بتاعه يكون فيه بيحمل مصداقيه عند البعض ولا يحمل مصداقيه عند البعض الاخر. هو عندنا بيحمل مصداقيه وهنثبت الكلام ده، لكن هو سال سؤال مهم جدا يا فارس، وقال ايه هي حيثيات القرار. انت معايا في فكره ان انت ازاي تصدر عقوبه بدون ما تقول حيثيات؟ بص يا احمد، اولا القصه كمان تتعدى فكره العقوبه وحيثياتها، لان من حق اي فرد من افراد اللعبه ان لما تصدر بحقه عقوبه يكون عارف كويس ايه السبب المؤدي الى هذه العقوبه. لان مش بس في كره القدم، ده في كل شيء من اسس اللي وضعت لتشريعات العقوبات في اي شيء في حياتنا هي فكره السبب الخاص بالعقوبه، عشان يكون عندك اما الحق في الاعتراض او تقدير هل العقوبه مناسبه او غير مناسبه، وكمان عشان يقدر المتلقي او المشجع او المسؤول يعرف العقوبه اللي وقعت عليه ايه حيثياتها. مستحيل ان انا اخرج عقوبه واقول احداث بيراميدز. يعني ايه احداث بيراميدز؟ هي احداث بيراميدز دي منها المباراه بين الشوطين، منها احداث داخل المباراه، منها ما بعد المباراه، كلمه فضفاضه. ومعروف في العالم كله اذا اردت ان انت توقع عقوبه على حد بدون سند واضح، حط سبب عام وفي عموميه للعقوبه. يعني فكره ان انت تقول احداث بيراميدز، ايه هي الواقعه اللي استحقت؟ حتى احنا جبنا الصفاره بعلامه الصفاره دي يا احمد، ده اجتهاد مننا مع نص العقوبه، ده اجتهاد مننا، لان انت ما عندكش في العقوبه شيء واضح. طب احنا لو بصينا لكيف يتعامل العالم مع العقوبات، هندي مثال من الاتحاد الدولي لكرة القدم ولجنة الانضباط والعقوبة اللي بتوقعها. لو شفنا على الشاشة الصورة الخاصة بالعقوبة من الاتحاد الدولي، العقوبة تتحدث ان الفيفا لجنة الانضباط فيها وجدت مجموعة من اللاعبين مذنبين، وصدرت العقوبة اللي مذكور فيها البند الخاص بالمادة اللي بيفسر ايه هي الواقعة. انت مش هتقول بالنص ايه اللي حصل بقدر ما انت بتشير ان العقوبة اللي حصلت خاصة بانتهاك المادة رقم كذا، وتم شرح المادة بالكامل وايه الاحداث اللي بتتضمنها المادة. لو شفنا عقوبة اخرى من الكاف بتتحدث عن عقوبة خاصة بالنادي الاهلي
اتكتب ان لو شفنا التفصيل العقوبة نصية مكتوب فيها المواد رقم كذا وكذا وكذا وكذا، وان النادي الاهلي انتهك هذه العقوبة، وبالتالي الجزاء الخاص في اللائحة لانتهاك العقوبة رقم كذا هو المبلغ كذا او الايقاف كذا او ايا كانت اللوائح المنظمة. هنا في الاتحاد المصري لكرة القدم وكل العاملين بمجال كرة القدم واضح ليهم جدا ان مفيش اي شفافيه في العقوبات. العقوبات فضفاضه، العقوبات لا تفسر، وده اللي هنستعرضه ان هو بيفتح باب للتناقضات اللي ممكن مش بس يا احمد تخلينا نقف عند عقوبه، ده في رايي ان هي قادره ان هي تفسد المسابقه وكمان تفسد اي التزام او انضباط باي عقوبه لاي مسؤول. وعشان كده كابتن سيد عبد الحفيظ قال لك ان في حاله تربص بانسان او مسؤول او بهيئه، الفيفا خلاص استعرضت عملت منصه الكترونيه بقت عليها جميع كل اللجان الانضباطيه واللجان الاخلاقيه، وكل عقوبه بتطرح على لكل المشاهدين وكل الجماهير، تقدر تدخل على منصه الفيفا الالكترونيه هتلاقي مواد القانون ونص القانون نص العقوبات من لجنه الانضباط. عندنا في مصر سعينا كتير جدا، وكان لينا بيان للنادي الاهلي صدر، والكابتن محمود الخطيب طالب باننا يبعتوا لنا لائحه الجزاءات للانديه، وحتى الان لم ترسل. الموسم بيخلص، الدور الاول بيخلص، ولم ترسل لائحه الجزاءات للانديه. فبالتالي لازم كابتن سيد عبد الحفيظ يشوف ان في تربص، خاصه ان في احداث بيراميدز. طب تعالوا نشوف الاول فيديو الكابتن سيد عبد الحفيظ هو ليه بيقول ترصد. عندنا فيديو لهاني سعيد، نشوف ليه اشمعنى هاني سعيد لم يتم عقوبته برغم ان كابتن سيد عبد الحفيظ تم عقوبته. وبنطلع وبيحصل لنا في ماتشات طبعا بنظلم في حاجات كتير ما بنتكلمش، بس في حاجات ما ينفعش بقى تسكت خلاص. يعني انت في حاجات بيجي لك وقت خلاص ما بتقدرش بقى تستحمل، يعني الموضوع كده صعب كتير قوي. يعني ما ينفعش، يعني يا جدعان هو اللي حصل ده، يعني انا مش مصدق. يعني الجول التاني ده ايه؟ انا والله العظيم ما مصدق فعلا. يعني لو جول خلاص والنادي الاهلي كسب، مبروك للنادي الاهلي عادي ما فيش اي مشكله، لكن بالشكل اللي بيحصل ده ما فيش. يعني انت تحسب ضربه مرمى، حاسب لي ضربه مرمى في الاساس، حاسب لي ضربه مرمى، فجاه بقت كورنر وفي كره ثانيه في الملعب في ايد الجول بتاعنا، في كره ثانيه جوه الملعب وكره تتلعب وعادي وبتخش جول وانت بتكمل عادي. طب ده اسمه ايه؟ ما انا مش فاهم. ما انا برضه عايزين نفهم، يعني حد يطلع يفهم، او مش حد يطلع فاهمنا، احنا فاهمين. يعني احنا فاهمين وكلنا فاهمين ايه اللي بيحصل، وكلنا فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، وكلنا عارفين ايه اللي بيحصل. فاحنا مش يعني انا مش طالب ان حد يطلع يشرح لي ايه اللي بيحصل، ما هي كل حاجه معروفه. بس لحد امتى؟ السؤال لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل مستمرين بالوضع ده؟ حضرتك يا كابتن، يعني كنت شايف ان بيراميدز بيأدي جيدا، ولكن القرارات التحكيميه اثرت على مجرى اللقاء. احنا قدنا زي الزفت ماشي، واحنا اوحش فرقه في الدقايق. كل اللي انت عايزه ده ملوش علاقه باللي حصل. الفرقه احنا قدنا كويس ما قدناش كويس، ده كل ده حاجه، واللي بيحصل حاجه ثانيه خالص. انا ماليش دعوه بالاداء اللي احنا قدناه، احنا وحشين يا سيدي ما عنديش مشكله، بس انا بتكلم في اللي بيحصل. لا ما ينفعش، ما ينفعش. يعني انا مش خلاص، يعني احنا بقالنا سنين بنتكلم في نفس المواضيع. يعني طب احنا يعني ممكن نتصلح امتى؟ يعني ممكن يتعدل امتى؟ ما انا برضه عايز محتاج افهم والله. يعني لازم انا محتاج افهم، مش محتاج افهم ايه اللي بيحصل، لان احنا عارفين اللي بيحصل، الدنيا ماشيه ازاي، واحنا عارفين كل اللي بيحصل، وعارفين اللي صوته عالي مين هو اللي بيمشي، وعارفين ايه اللي بيحصل. كل ده ما احنا عارفينه. يعني فين الموضوع؟ الناس هي الدنيا ماشيه، امشي بالصوت العالي هنمشي ازاي؟ بقيله الادب هنمشي ازاي؟ ما هي الدنيا ماشيه ازاي في مصر؟ هو الساكت والمحترم ما بياخدش حاجه للاسف في الكوره، ما بياخدش حاجه. انت ساكت ومحترم ما بتاخدش حاجه، لازم تطلع وبتعمل نمره عشان تعمل لنفسك حاجه. فانا يعني برضه يعني لحد امتى؟ انتوا متخيلين ان التصريحات دي كلها من الكابتن هاني سعيد لم يتم تناولها من قبل لجنه الانضباط؟ لا، ده الاهم من كده، اعلنوا في العقوبات، قالوا ان رات اللجنه ان ما نسب لكل من محمود فتح الله مدرب فريق بيراميدز وهاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز يعد قولا فرديا بتقرير حكم المباراه لا يمكن التعويل عليه دون غيره، اذ حدث عقب انتهاء المباراه وخارج الملعب، ولم يساندوا في هذه الروايه تقرير مراقب المباراه او منسق المباراه، مما يكون معه هذا القول غير بالغ حد الكفايه. ده كلام بيتقال بعد تصريحات الكابتن هاني سعيد، يعني بكل التصريحات دي بيشير بشكل واضح جدا ان المسابقه لا تدار بنزاهه ولا شفافيه، واضح جدا، وان الصوت العالي وعدم الاحترام هو اللي بيجيب نتيجه في القرارات. ده الكابتن هاني سعيد. طب الكابتن سيد عبد الحفيظ كان اتوقف ليه؟ لا، كان بتقرير حكم. انا قبل بقى كابتن سيد عبد الحفيظ انا عندي حاجه، يعني ايه ان لم ياتي دعم لهذا الشكوى الخاصه ب او ما حدش اشتكى اصلا، دي احداث بين العيان، يعني ما جاش دعم من مراقب المباراه ليها. يعني تصريحات تلفزيونيه، هل مراقب المباراه هيقعد يكتب ايه اللي بيحصل في اون سبورت مثلا ويكتب ان كابتن هاني سعيد قال كذا؟ شيء لا يصدقه عقل ولا يقبله منطق. انت ايه فلسفتك في العقوبه؟ وهل لو اي حد تعدى عليك لفظيا من عناصر اللعبه مش هتاخد قرار لان ده حصل خارج الملعب والمراقب ما كتبهوش في تقريره؟ ازاي؟ اي منطق بيقول كده؟
طب تعالى بقى نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ لما تم توجيه عقوبة التوبيخ ليه، وهي عقوبة حتى إن لم تكن مالية هي زي لفت النظر، كان بيتكلم ويقول إيه. نطلع ونشوف الفيديو. كابتن ابراهيم نور الدين، الحمد لله على السلامه. الحمد لله، يعني بقى فتره طويله جدا حقيقه، يعني مش عايز اقول غير ان الامور تنشنه، يمكن ما فيش حاجه مؤثره بشكل كبير قوي، لكن معلش يعني هو برضو الراجل الحمد لله على السلامه، يعني بقى له 14 اسبوع. اتمنى بقى اشوف كابتن جهاد جريشه، ده يعني بقى له 4 سنين ما شفتوش في فرق معينه. يعني كابتن ياسر محمود الراجل اساسا خدها من اسره وبطل يعني، فالحمد لله طبعا الحمد لله على السلامه كابتن ابراهيم. اتمنى اشوف كابتن جهاد جريشه، اتمنى اشوف الناس اللي هي ممكن تكون، ولو ان ما فيش اخطاء دلوقتي كل اخطاء الناحيه الثانيه. بالتوفيق ان شاء الله. طيب لو عايزين نتعامل بمنطقين، المنطق الاول ان احنا هنتعامل ان لفظيا كابتن سيد عبد الحفيظ ما خرجش منه اي تصريح يسيء لاي شخص، بيتكلم عن حكم بيقول الحمد لله على السلامه الحكم ما بيحكمش بقاله كتير، ونتمنى نشوف الحكام اللي غايبين بقالهم فترات بيشاركوا لكل الانديه لو هنتكلم لفظيا. طيب اتحاد الكره وقع عقوبه توبيخ لانه اعتبر ان ده في نوع من انواع السخريه، وهنقول ان احنا موافقين ان ده نوع من انواع السخريه، وانت وجهت عقوبه التوبيخ. هل كل اللي قاله كابتن هاني السعيد واللي فيه كلام واضح عن ان المسابقه فيها عوامل بتتدخل فيها لحسمها وان ما فيهاش نزاهه، وخرج في اكتر من قناه يتحدث عن ان اللعبه غلط وقرار الحكم غلط وان ده القرار اتاخد لاسباب معينه، هل كل ده لا يستوجب عقوبه باي منطق او اي عقل؟ انتوا بتديروا الرياضة المصرية وعايزين المسابقة توصل لإيه؟ كلام غريب جدا يا أحمد وغير مفهوم، خصوصا لما نستعرض التناقضات المرعبة اللي في القرارات الخاصة بلجنة الانضباط ولجنة المسابقة، خاصة ان اللجنة الخماسية بتسمى دايما او بتنعت نفسها باللجنة الاحترافية. انا الحقيقة الاستعراض اللي احنا بنستعرضه ده هم لو شافوه بنفسهم انا مش عارف هم هيتكلموا زي عن فكرة الاحترافية. طيب كابتن سيد عبد الحفيظ خد انذار وقلنا خلاص خد انذار والانذار لا يرتقي لفكره الطرد، ومع ذلك لجنه الانضباط وقعت عليه عقوبه، وفي التوبيخ قال كلمتين خد عليهم عقوبه توبيخ. طب هل ده معيار ثابت؟ لان البعض بيقول ايه؟ بيقول ان ايقاف لاعبي بيراميدز لمده 3 مباريات احنا عايزينه يبقى يتم كمان مع النادي الاهلي وكان ونادي الزمالك، وكان النادي الاهلي بيتم محاباته في القرارات دي برغم ان النادي الاهلي غير مستفيد اطلاقا من الايقافات اللي حصلت للاعبي بيراميدز، واللي هيستفيد منها الفرق اللي هتلاعب النادي الاهلي. وابحث عن المستفيد ومين اللي هيواجه بيراميدز ال3 مباريات القادمه، ماتش المقاولين وعندك كمان مباراتين، ابحث عن المستفيد تعرف مين اللي استفاد من العقوبات دي. عقوبات النادي الاهلي، الاهلي خد حقه بالقانون وداخل الملعب وبالفوز، اما اتحاد الكره كان لازم ياخد حقه بعقوبه الكابتن هاني سعيد وهذا لم يحدث. الاهم ان لجنه المسابقات اللي بتحول الحالات للجنه الانضباط تجاهلت تماما الطرد اللي حصل عليه الكابتن سامي شيشيني في مباراه الزمالك والاسماعيلي، وخدت بالها بس من انذار الكابتن سيد عبد الحفيظ. تعالوا شوفوا واقع الطرد الكابتن سامي شيشيني ومدى انفعاله على حكم المباراه قبل وبعد الطرد. عرفتوا ليه كابتن سيد عبد الحفيظ كان محق لما قال ان في تربص بشخص او بهيئه؟ احنا بنعرض قدامكم الحالات والحكم للمشاهد، واعتقد كمان بندعو لجنة الخماسية تشوف القرارات اللي بتاخدها لجنة الانضباط والحالات اللي هي بتحولها كلجنة مسابقات لجنة الانضباط، وتحكم هي بنفسها على واقعة كابتن سامي شيشيني والكابتن سيد عبد الحفيظ اللي خد انذار وكابتن سامي شيشيني اللي خد طرد. طيب هل الموضوع توقف عند الواقعة دي؟ لا، نشوف فيديو لكابتن حسام غالي وكابتن سعفان الصغير من النادي الاسماعيلي والقرارات اللي وقعت عليهم نتيجة التصرفات اللي ارتأت لجنة الانضباط ان هي مخالفة. نشوف كابتن غالي خد في اللقطة دي مباراتين، ثلاث مباريات، وكابتن سعفان الصغير هو اللي خد 3 أشهر تم تخفيضهم بعد كده لشهرين. الفكرة في حاجة، احنا بنشوف قرارات زي كابتن هاني السعيد بيتم التجاهل عندها، كابتن سامي الشيشيني معيار مختلف، كابتن حسام غالي معيار مختلف، وهكذا. الفكرة احنا مش بس بنقول ان ده غلط او ده صح، احنا اعتبرونا ما بنقيمش الاحداث اللي اتعملت من كل فرد، ولكن ازدواجية المعايير. وانا هنا رسالتي مش للجنة الخماسية، انا رسالتي لكابتن محمد فضل. حضرتك بتهتم بما يقال وبتهتم باللي الناس بتتناوله عن احترافية اللجنة الخماسية ودايما بتدافع عن مواقفها في كل القنوات، وده حقك، ولكن حضرتك خارج من النادي الأهلي وتعي جيدا فكرة الشفافية
والموضوعية، وكان أمل جمهور الأهلي فيك أنك لا تحابي النادي الأهلي، ولكن أن حضرتك تتمتع بنفس العقلية الاحترافية اللي دائما ما تتحدث عنها. أنا بخاطب حضرتك لأن أنت خارج من مطبخ النادي الأهلي اللي يسترعي أن احنا نوجه لك رسالة، أين هي المعايير الاحترافية اللي بتطبق؟ ننتظر مش أن حضرتك تجاوبنا، لأن مش دي الفكرة ولا ده الهدف، ننتظر أن حضرتك أفعال. تنظر زي أحمد ما بيقول أفعال كمان، ونشوف سياسات مختلفة من لجان المختلفة في اتحاد كرة القدم. نطلع لفاصل ونرجع لفقرة ريمونتادا.